نبدأ حلقتنا بالحدث الأهم، الحدث الأبرز النهاردة، هو المجزرة الإسرائيلية اللي تم القيام بها فجر اليوم في مدينة رفح الفلسطينية. الحقيقة أن الفلسطينيين عاشوا ليلة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أعادت إلى أذهانهم مجازر الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأولى من العدوان شمالي قطاع غزة، بعد أن تعرض النازحون هناك لوابل من الصواريخ الإسرائيلية خلفت عشرات القتلى عشرات المصابين، رغم التحذير الدولي من العملية العسكرية اللي بتهدد الاحتلال الإسرائيلي أو هدد بها الاحتلال في رفح الفلسطينية، واللي بتأوي أكثر من مليون نازح. قصفت إسرائيل رفح الفلسطينية بأكثر من 40 غارة جوية على عدة مناطق مختلفة. سقط نتيجة القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين والجرحى، بينهم عدد كبير جدا من الأطفال والنساء. التقديرات بتشير لوجود تقريبا نحو 1,400,000 فلسطيني في رفح جنوبي قطاع غزة، بعد أن أكبر الجيش الاحتلال الإسرائيلي أو أكبر جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمال قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب. بينضم إلينا عبر الهاتف للحديث عن هذا الملف سيادة سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة سفير برحب بك يا فندم. أنا مساء الخير يا فندم. في البداية قراءتك بشكل عام لتحركات إسرائيل تجاه رفح الفلسطينية برغم يعني الرفض الدولي الكبير الذي قابل هذا التصعيد من قبل أو من قبل وقوع هذه المجزرة؟ يعني حضرتك، هو بنيامين نتنياهو بيناور في الداخل وبيناور في الخارج من أجل تحقيق أهداف عجز حتى الآن عن تحقيقها عن طريق استخدام القوة خلال الأربع أشهر الماضية. أمس دي كانت حضرتك عملية قوات خاصة للإفراج عن رهينتين إسرائيليتين والاثنين يحملان الجنسية الأرجنتينية، وكان بنيامين نتنياهو محتاج عملية كهذه ليبرر أمام الرأي العام الإسرائيلي وأمام الإدارة الأمريكية تحديدا لماذا يهدد باجتياح رفح. هو هدد باجتياح رفح حضرتك وقال إنه في أربع كتائب تابعة لمنظمة حماس ما زالت في رفح، وإنه من أجل تحقيق النصر الكامل بين مزدوجتين، هذا هو التعبير الذي استخدمه، من أجل تحقيق النصر الكامل يجب أن احنا نستكمل العملية العسكرية الإسرائيلية أو العدوان الإسرائيلي وندخل مدينة رفح للقضاء على أربع كتائب التابعة لحماس. عملية أمس اللي حضرتك أشرت إليها دي كانت تغطية قصف مدفعي من أجل السماح لقوات الكوماندوز الإسرائيليين إن هم يفرجوا عن الرهينتين، لكن برضو في نفس الوقت حق بالنسبة للعملية الكبيرة اللي هو هدد بها، أمس كان في تصريحات يعني من قيادات عسكرية إسرائيلية إن هم أعدوا خطة لاجتياح مدينة رفح عسكريا، وهي هتعرض على القيادة السياسية أخذ التصديق عليه. في حضرتك يعني القيادة السياسية بتقصد بها نتنياهو سيادة سفير؟ نتنياهو ومجلس الحرب. نعم، المجلس الحرب. يعني إذا كان نتنياهو هو صاحب هذه الفكرة سيادة سفير، يعني سيوافق عليها في كل الأحوال؟ أنا دي خطة عسكرية بقى فأنا مش هخش فيها، فأنا بس بستعرض مع حضرتك تطورات الموضوع بالنسبة لرفح. نعم. كمان في نقطة أحب أشدد عليها حتى تكون الأمور واضحة أمام الرأي العام المصري والرأي العام العربي، هو إنه نتنياهو في نيته اجتياح رفح خد الضوء الأخضر الأمريكي، وذلك على ضوء ما جاء في المكالمة التليفونية التي دارت بين الرئيس الأمريكي وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس. في هذه المكالمة الرئيس الأمريكي قال إنه يعني لا يؤيد
هذه العملية العسكرية ما لم تكن هناك خطة ذات صدقية وقابلة للتنفيذ لتوفير الحماية للمليون فلسطيني الموجودين في رفح. وطبعا كالمتوقع بنيامين نتنياهو أكد له أن الجيش الاحتلالي الإسرائيلي هيفعل ما في وسعه لاحترام القانون الدولي. وواقع الأمر أنه هو إعلاميا على الأقل طلب من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لترحيل المليون فلسطيني في مدينة رفح. وطبعا من الناحية العسكرية حضرتك ده كلام مستحيل من الناحية العملية أنه هو يتم. لكن حضرتك نحن في الانتظار. مصر من جانبها حذرت وخلال يعني مصر حذرت عن طريق بيان وزارة الخارجية أمس، وحذرت حضرتك من خلال اتصالات على أعلى مستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. طيب خليني يعني استثمر حضرتك تفضلت بذكره فيما يتعلق بالموقف الأمريكي بسيادة سفير. هو الموقف الأمريكي الحقيقة محتاج تفسير من عدد من الجوانب. يعني النهاردة يمكن حضرتك تتحدث أنه نتنياهو أخذ الضوء الأخضر لهذه العملية من الولايات المتحدة الأمريكية على إثر اتصال حدث بينه وبين جو بايدن. الغريب أنه بالأمس صباحا كان جو بايدن بيتحدث أنه ما يحدث الحقيقة في إسرائيل ستعتبر الولايات المتحدة مجزرة أو جرائم حرب إذا لم ترد على يعني إذا لم ترد إسرائيل على كل ما يحدث في قطاع غزة في خلال 60 يوم. كيف من الممكن أن نفهم إذا الموقف الأمريكي سيادة سفير؟ اسمحي لي أوضح النقطة. تفضل. اسمحي لي أوضح النقطة. يوم الخميس الماضي تم إعداد مذكرة أمن قومي، ورد فيها مذكرة أمن قومي أمريكي، ورد فيها أن كل الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تقدم تقريرا عن مدى احترامها لقانون الحرب ومدى احترامها للقانون الدولي عندما تشن عمليات عسكرية أو هجمات تستخدم فيها السلاح الأمريكي. بالنسبة لإسرائيل ده حضرتك كل الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تقدم مثل هذا التقرير. وطلب أو كلف كل من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أن هم يقدم للكونغرس الأمريكي تقريرا عن في هذا الشأن. بالنسبة لإسرائيل يبدو في معلومات مؤكدة أنه تم اختار إسرائيل مسبقا بقرب صدور مثل هذه المذكرة الميموراندم، وأن إسرائيل هتقدم تقريرا في هذا الشأن خلال 60 يوما، وأنه إسرائيل وعدت أن هي يعني أو أكدت أن هي بتحترم قوانين الحرب في عملياتها العسكرية. نعم. فحضرتك إحنا حتى نحكم حكمنا يبقى حكم موضوعي وبيعكس الواقع على الموقف الأمريكي، في كلمة واحدة: طالما الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية لم تتفوه بها هيظل الغطاء السياسي والمساندة السياسية الأمريكية للعدوان الإسرائيلي قائمة. نعم. هذه الكلمة هي وقف إطلاق النار. حتى هذه اللحظة والحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يدخل الشهر الخامس، لم تستخدم الإدارة الأمريكية ولا وزارة الخارجية الأمريكية في أي تصريحات وفي أي بيانات رسمية عما يدور في قطاع غزة لم تستخدم كلمة وقف إطلاق نار. بل بالعكس، إذا عدنا إلى جلسة مجلس الأمن يوم 8 ديسمبر الماضي وكلمة المندوب المناوب الأمريكي اللي بيفسر فيها ليه الولايات المتحدة الأمريكية
استخدمت حق النقد أمام مشروع قرار كانت الإمارات العربية قدمته للمجلس حول وقف إطلاق نار إنساني. قال بالحرف الواحد إن الموافقة على وقف إطلاق النار، الكلام ده كان 8 ديسمبر الماضي، الموافقة على وقف إطلاق النار يعني إن احنا بنمكن بنسمح لحماس بإعادة ترتيب أوضاعها وإعادة بناء قدراتها، وممكن تتكرر هجمات 7 أكتوبر مرة أخرى. ده سألتيني حك رأيي وتقديري الشخصي. صحيح. الموقف الأمريكي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زال هو الغطاء السياسي، الغطاء الدبلوماسي، والأخطر من هذا الدعم العسكري المستمر. وضحت الصورة سيادة السفير. أنا طبعا سأكتفي بهذا القدر، والحقيقة بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل. سيادة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.